مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة وزميلتنا العزيزة نورهان طمان من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وحشتينا يا نورهان فعلا، الحمد لله على السلامة وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا هند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي. خلينا كمان نقول لكم أنه من الساعات الأولى لصباح اليوم طبعا بوابات النادي طبعا استقبلت العديد من أعضاء الجمعية العمومية، وكمان العمال هنا على أهبة الاستعداد يعني استقبال الأعضاء في صباح اليوم. الجو حلو، وكمان يمكن الحالة حول النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم كانت جيده جدا. اما بقى لاخبارنا، فيمكن الخبر اللي بيهم يعني قطاع عريض من جمهور الكره المصريه وطبعا بالاخص جمهور النادي الاهلي، وهي الحاله الصحيه لنجمنا اكرم توفيق بعد تعرضه لاصابه في المران الاخير لمنتخب مصر. يمكن الاصابه كانت في وجهه، دكتور محمد ابو العلا يعني اصطحب اللاعب لاحدى المستشفيات القريبه من المعسكر، والحاله الصحيه للاعب حتى الان جيدة ومستقرة، ولكن الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري فضل ان هو يستبعد اللاعب ويستدعي شقيقه لاعب نادي بيراميدز احمد توفيق. اما بقى على صعيد الفريق الاول لكره القدم، فبيبحث المدير الفني بيتسو موسيماني مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في جنوب افريقيا، هم متواجدين حاليا في جنوب افريقيا، اخر استعدادات الفريق. وكمان يمكن بعد قرار اتحاد الكره بمد فتره راحه انديه الدوري حتى 21 من سبتمبر الجاري، بالاضافه لكمان طبعا استعدادات الفريق وبحث استعدادات مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي إن شاء الله المقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر الجاري. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى، فالنادي الاهلي لكره اليد النهارده هيواجه انتر كلوب الانجولي في نصف نهائي كاس الكؤوس الافريقيه في البطوله اللي بتستضيفها المغرب، وده يمكن بعد ما حقق النادي الاهلي العلامه الكامله في دور المجموعات. واستكمالا لاخبارنا عن كره اليد، فطبعا حاله من الارتياح الكبيره جدا داخل اروقه النادي الاهلي بعد استقرار الاتحاد المصري لكره اليد على اقامه مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك يوم 10 سبتمبر الجاري. المباراه مش بس بطوله منفرده، كمان اللي هيكسب المباراه دي ان شاء الله هيشارك في كاس العالم للانديه اللي بتستضيفه المملكه العربيه السعوديه. اما بقى يعني ابطالنا وابطال منتخب مصر وابطال النادي الاهلي في مع المنتخب للتنس الطاوله، النهارده هتكون ضربه البدايه مع البطوله الافريقيه سيدات ورجال واللي بتستضيفها الكاميرون حتى 7 سبتمبر الجاري. دي يمكن كانت ابرز اخبارنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. واحنا بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه والمتالقه نورهان طبعا على هذه التغطيه، شكرا.